الجوازة اللي تحولت لجنازة والفرحة والضحك والزغريط اتحولوا لزويت ونحيب وحادثة مأساوية كان مستحيل حد يتخيلها. تعال احكي لك اللي حصل. عروسين بيحتفلوا بليلة العمر عن طريق زفة عربيات على كورنيش المعادي. طبعا كلنا عارفين زفة العربيات دي بيبقى شكلها ايه، من استعراض بالعربية لسواقة سريعة، وده اللي حصل بالظبط. فجوز اخت العروسة قرر يحتفل بالعروسين على طريقته، وابتدى يلف بالعربية باقصى سرعة، وبالرغم من ان كتير حاولوا يوقفوه الا انه ما سمعش ليهم، وابتدى يسوق ويعمل الشو بتاعه وسط احتفالات واغاني ورقص. ولكن فجأة ما قدرش يسيطر على نفسه ولا على العربية، علشان تحصل الكارثة وتتخبط العربية في سور حديد وتقع في النيل، وتفضل العربية مختفية لفترة علشان يتحول المشهد لحالة من الرعب والفزع. وبعد شوية يقدروا يطلعوا العربية ويتصدموا كلهم بموت أخت العروسة وصحبة عمرها، عشان تبقى دي الليلة اللي مستحيل العروسة تنساها، مش عشان ليلة فرحها ولكن علشان خسرت فيها أقرب اتنين ليها في الدنيا. وينتهي الفرح بعد ما تحول لجنازة، وتبقى اللحظة اللي العروسين حلموا بيها لمدة 3 سنين هي أكبر كابوس في حياتهم.